بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. علته في الدنيا على الاسبيسيمان ما شاء الله بما فيهم الكلب ترامب والكلب نتنياهو والسيسي وغيرهم، يتخبطوا باش يشوفوا كيفاش يتكلموا كيفاش يمشيوا كيفاش يقفوا كيفاش يلتفتوا، العياذ بالله يدرسهم يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من غضب الله. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع كذب على الله. مثل الربا، منين جاك مثليه؟ مثل الربا اليه سيميلار الى ايدونتيك او كوميرس او نيغوس، بان ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، او تصحيح واحل الله البيع هنيئا لك. وممكن قال النبي عليه الصلاه والسلام 19 رزق في التجاره، واحل الله البيع وحرم الربا، تحريم واضح ماشي لا جدال فيه. فمن جاءه موعظة من ربي، كل واحد جاته نصيحة من الله فانتهى صح عليه، فله ما سلب يعني من الأجور وأمره إلى الله، سيغفر له ويستره ويخفف عنه ويقلبه سيئات وحسنات، وأمره إلى الله. ومن عاد اللي بعد ما يجي موعظة من الله يعود إلى حالته الأولى أي حالة الربوية، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. راك أنت اخترت باش تكون بارمي لي هوت دو لا بريز ولا دي برازي ودو لونفير. يمحق الله الربا، ما يخلي في شيء، نتائجه كلها سلبية، ويربي الصدقات، يزكيها ينميها، ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كل واحد كفره بالغ وإثمه متعدد، الوجوه متعدد في العدد، لا يحبهم الله إلا الذين آمنوا. ها وجه دورنا كيفاش ربي يبصرنا ويبشرنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، مش اللي يجي يقيم الصلاة وآتوا الزكاة مش يجي، فما المرائين، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. أو عادت لا خوف عليهم ولا حزن، إن صبروا ني أنغواس ني شجرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا حتى ريحة الريح على. وقال النبي عليه السلام في آخر زمان ما لا الربا يمس دخانه كل الناس، حيث كل واحد اللي قاعد يكسب في مال اليوم عنده ريحة الربا فيما كسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذه النصائح ربانية، والعقل ما يتبعها كنية. أما أغلب الناس اللي يدعون الإسلام غير عاقلين، فهم مع أندل وأخطر الكافرين وهو الشيطان الرجيم، هم أولياء الشيطان وأولياء الشيطان هم الخاسرون، وأولياء الرحمن هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إذا كان فعلا إيمانكم كما تقولون ذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا، هذا الطامة الكبرى هنا مش تقع، فلم تفعلوا فأذنوا، يعني ديكلاري لا غير، باسكو ديو لا ديكلاري اي سي تو تي تون غير اوفرت. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الله والرسول هما يتزعموا الحرب دي على من يتعاطون الربا. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم كابيتال تاعكم اوبور بيان دو دروا، لا تظلمون ولا تظلمون سريني ليزي اي ونقولوا ليزي بيرسون. وهذا شيء يحب ربي، يحب دائما السلامة تكون قسم مشترك بين الإنس والجن. وإن كان ذو عسر، شوف التخفيف، ما تجمش يعطيك ما تسالوا في الأجال اللي اتفقتم عليها. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسر، تركوا حتى يقدر. وأن تصدقوا، إذا كان تسلم في حقك، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. هي العقليه دي نتاع تسلم في حق، قال حقي ولا اترك منه شيئا. هذا ما شاء الله من الناس اللي قاعدين
يكونوا روحهم مسلمين ومش صحيح. يقول لك حقي والله ما نسلم به، تكون شي ميزان اقل من الذره مش مسلم. منين جاك الاسلام اذا كنت مش مسلم في وسخ الدنيا؟ والدنيا كلها ما جات جناح بعوضه، خاطر لو تولي عندها قدر جناح بعوضه ربي ما لا يبطل رزقه على كل كافر من عمي ولو بشربة ماء، تولي حرم عليه ليس مؤهل لها، لأنه هو أراد أن يكون في فسطاط أعداء الله، نسأل الله السلامة.